السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ موحشكوش جو رمضان والفانوس والحاجات اللي كنا بنعملها دي؟ اكيد وحشتكو، اكيد انا كمان وحشني رمضان والجو ده. عشان كده انا جبت الفانوس، علشان انا هكلمكم عن حاجة كلمتكم عنها ايام رمضان، وهي المنتجات بتاعة تقشير البشرة والماسكات اللي بتعمليها في البيت، اللي بنعملها بأقل امكانيات عندنا في البيت. جايبة لكم البدايل اللي ممكن تجيبوها من الصيدلية او تجيبوها من موقع جوميا زي ما انا جبتهم. تقدروا تستخدموهم منتجات طبيعية ما فيهمش اي ضرر على بشرتكم. المنتجات دي منتجات من شركة اسمها شركة اصالة. الشركة دي بتعمل كل المنتجات الطبيعية عندهم، من اول الحجر الحساس بتاع الشاور لحد ماسكات الوش. حاجاتهم كتيرة جدا وحاجاتهم حلوة جدا. انا هكلمكم عن الحاجات اللي انا استخدمتها منهم وعجبوني جدا. انا جبت منهم 3 منتجات، وجبتهم في عز يعني كان في ديسكاونت كده فلحقتهم، فجبت الباكج ده كله على بعضه تقريبا ب 28 جنيه، 27 جنيه، مش فاكرة يعني. المهم ان المنتجات دي بجد انا حبيتها جدا، وحابة اني اكلمكم عنها علشان انتوا تجيبوها. اول حاجة انا هكلمكم عنها هي الصابونة دي، او صابونة روفان اللي بزيت اللوز. هم عندهم بكذا نوع، بس انا حبيت اجيب اللي بزيت اللوز علشان حسيت انها هتبقى اخف على بشرتي من اللي بزيت الزيتون او اي حاجة من الحاجات دي. طبعا انا كنت سايباها بره يعني بستخدمها، بس لميتها كده عشان اوريها لكم، فمعلش بقى على الكيس المقطعة والحاجات دي. العلبة اهي روفان، عليها تاريخ الانتاج، وعليها كمان انها بزيت اللوز، وعليها الباتش بتاع اصالة. وده شكل الصابونة. الصابونة كبيرة، بتنتج رغوة حلوة جدا وما بتخلصش بسرعة. يعني الصابونة دي بقى لها معايا تقريبا 3 شهور، حباها جدا، ناعمة جدا على البشرة. بحس ان بشرتي كده فريش بعد ما بخلصها، كأني عملت ماسك او عملت تقشير باي زيت، زي الماسكات اللي عملتها او التقشير اللي عملناه بزيت الزيتون، بس اللي بزيت اللوز هايله جدا جدا. وعندي استعداد ان انا بعد ما اخلصها اجيب منها تاني، بس اتمنى اني اعرف هي فين، في صيدليات ايه. اهم حاجه لما تيجوا تشتروا منتجات اصاله انكم تتاكدوا ان الكود ده موجود، او البادج اللي بيلمع ده موجود على العلبه بتاعت الصابونه من بره. ودي كانت اول حاجه من منتجات اصاله اللي انا شايفه انها منتج طبيعي تقدروا تجيبوه، بديل عن اي منتج تاني انا كنت كلمتكم عليه. روفان اللي بزيت اللوز هايلة جدا. بعد روفان هكلمكم على طول في اول منتج، او يعتبر اشهر منتج من منتجات اصالة، وهو كريم صنفرة البشرة. كريم صنفرة البشرة من اصالة، برضو البادج اللي بيلمع ده لازم يكون واضح، وكلمة اصالة تكون واضحة فيه، ده كريم صنفرة. انا كلمتكم قبل كده عن الصنفرة اللي بنعملها بالزيت والملح او بالسكر والعسل والحاجات دي كلها، ده برضو حاجة كده كريم تقدري تستخدميه بديل عن المنتجات اللي احنا ممكن نعملها في البيت لو انت حابة حاجة سهلة كده، مش لسه هجيبي منتجات وتقلبيهم على بعض وتعمليها. لما بتفتحي العلبة بتلاقي فيه كده زي قفل كده تقيل شوية، على ما بتفتحيه بتشديه جامد لانه بيقفل قوي علشان المنتج ما يبص. المنتج من جوه كده عبارة عن كريم، وجواه حبيبات من جوه. الحبيبات دي ناعمة مش خشنة قوي، فبتعمل صنفرة خفيفة للبشرة، والكريم ده بيعمل زي ترطيب للبشرة. الكريم ده من مكوناته جنين القمح، واعتقد زيت اللوز، حاجات كتير قوي. المنتج ده بجد انا مش متخيلة، انا من اول مرة استخدمته حسيت ان بشرتي فتحت، زي ما بعمل المنتجات اللي انا بعملها في البيت، السكر والعسل والحاجات دي كلها. زي ما قلت لكم فيها جنين القمح، وفيها مش فاكره بالظبط، بس فيها اعشاب وفيها جنين القمح وفيها حبوب، حاجات كتير كده يعني، حاجات حلوه كده، وريحته حلوه جدا ومش خشن، هو ناعم جدا، والكريم مرطب. يعني لما كمان لما تحطيه على بشرتك ممكن عادي تسيبيه 5 دقايق على بشرتك. الكميه دي ممكن تبان انها صغيره، بس الكميه دي كبيره جدا، لان الكريم اللي موجود فيه لما بتاخدي كمية كبيرة، انا اول مرة خالص خدت كمية كبيرة بقى براحتي كده، لقيت وشي بقى عامل زي الكريمة كده، لانه كمان بيزيد حجمه على وشك، فالاحسن انك تاخدي كمية صغيرة وتبدأي تفركي بيها وشك. ودي كانت تاني حاجة من منتجات اصالة
هو كريم السنفورة. يبقى خطوة رقم واحد تغسلي بشرتك بصابونة روفان اللي بزيت اللوز، وبعدين بعد كده تعملي صنفرة بالكريم ده، وبعدين تالت حاجة الأخيرة بقى اللي هو يعني من الآخر القناع. قبل كده قلتلكوا على أقنعة باللبن وبالحاجات دي، ما تنسوش البادج، وقلتلكوا قبل كده على أقنعة باللبن وحاجات كده كتير، فده بالأعشاب وهيل جدا. جواه أكياس كده، هما 3 أكياس، أنا بس عشان التالت أنا فتحاه، هما 3 أكياس تقدري تاخديه وتحطيه في العلبة بتاعتك، وياريت تكون حاجات بلاستيك، بيجيلك كده مغلف كلهم ملزوقين في بعض، وبيجيلك العلبة كده فيها 3 قطع بس. ده برضو للحيوية والنضارة كده، بتحسي ان بشرتك اتحولت فيها هوا كده فريش. احلى حاجة فيه ان هو مليان اعشاب بس، مفيهوش اي حاجة تانية غير ان هو فيه اعشاب. اما بقى عن طريقة الاستخدام، فهو طريقته شوية كانت بالنسبة لي غريبة. زبادي بس يا ريت يكون لايت، ما يكونش الزبادي اللي فيه دسم، وعسل، وبتاخدي كمية من المنتج. طبعا انا اتوهمت كمية كبيرة جدا، والحاجات اللي انتي بتحطيها على بعض بيطلعوا كمية كبيرة جدا، بس للأسف انا اضطريت اني اخد نص الكمية بس، فالكمية اللي في الكيس ده كله كتير جدا عليكي، فالاحسن انك تاخدي نص كمية الكيس ده. الكيس ده كبير جدا، يعني انا خدت كمية صغيرة وبقى دول، ولسه الكيس بخير يعني. فال3 اكياس دول انتي ما تحسيش ان هم حبه قليلين قوي عليكي، لا دول هيكفوكي، لانه انتي هتحطي لسه زبادي ولسه هتحطي عسل عليهم، فدول كويسين قوي. يبقى نرجع تاني، معلش تاكيد، يبقى اول حاجه عندنا الصابونه، وبعدين بعد الصابونه اللي بزيت اللوز او باي حاجه تانية انتي عايز تستخدميها، هنستخدم كريم الصنفره، وبعدين هنستخدم القناع. دي كانت منتجات طبيعيه تقدري تستخدميها بديله عن المنتجات اللي ممكن تعمليها في البيت، منتجات طبيعيه رخيصه، رخيصه جدا، ممكن تلاقيها في اي صيدليه، موجوده من شركه اصاله، هي شركه مشهوره بمنتجاتها الطبيعيه اللي ممكن تجيبيها من اي حته. يا رب يكون المنتجات دي فاتتكم، ورب يكون دول كانوا عوض بالنسبة لكم عن انك تجيبي منتجات كده وتعمليها لوحدك في البيت. فأتمنى بجد ان اكون رجعتكم لأيام رمضان وفيديوهات رمضان، واشوفكم على خير، والسلام عليكم.